التحليلية من الميادين، مزيد من الإنجازات النوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان، ومسيرة هرمس 900 تسقط بصواريخ حزب الله. المسيرة تعد فخر الصناعة الإسرائيلية، فأي دلالات لإسقاطها وأي دور لهذه العملية في زعزعة القدرات الجوية للاحتلال؟ بكين ترد على المناورات الرباعية في بحر الصين الجنوبي بدوريات قتالية. كيف يمكن قراءة هذه المناورات وأي أثر لها على العلاقة بين بكين وواشنطن في هذه المرحلة بالذات؟ وفي وثيقة اليوم، حرب غزة تكبد الاحتلال خسائر غير مسبوقة. إسرائيل تنشر عدد قتلاها العسكريين منذ طوفان الأقصى، ما الذي تعنيه هذه الأرقام وهل هي دقيقة؟ وفي قضية اليوم، نصف عام من الهشاشة الإسرائيلية ومن صمود المقاومة والتحولات الدولية والإقليمية. معادلات جديدة أرستها ملحمة طوفان الأقصى، الكلمة لميدان غزة ولجبهات الإسناد، والأزمات تتوق نتنياهو، أي آفاق؟ إلى سجل إنجازاتها الميدانية تضيف المقاومة الإسلامية في لبنان إنجازا نوعيا جديدا، وتسقط للمرة الأولى وبصواريخ أرض جو لم تفصح عن نوعيتها ومدياتها مسيرة هرمس 900 التي تعد فخر الصناعة الإسرائيلية. فأي مواصفات لهذه الطائرة وأي خصوصية لإسقاطها؟ وما الرسائل التي أرادت المقاومة إيصالها ربطا بالإنجاز في ظل تطورات اليوم؟ نتابع هذا العرض لمحمد بزي ثم نحلل. أهلا بكم. ما يقارب 6 ملايين دولار تبخرت في سماء لبنان بعدما أسقط حزب الله المسيرة الإسرائيلية هرمس 900. فما هي مواصفات هذه المسيرة؟ كيف تعمل؟ وما هي خصائصها؟ طائرة هرمس 900 من أحدث الطائرات المسيرة، أنتجتها الشركة الجوية الإسرائيلية إيلبت وسلمتها إلى الجيش الإسرائيلي بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، حيث استخدمت لأول مرة في العدوان على غزة عام 2014. هرمس 900 هي نموذج أكثر تقدماً لطائرة هرمس من طراز 450 من دون طيار، ويبلغ طول جناحها 15 متراً، وبالطبع يمكنها الإقلاع والطيران بوزن أكبر. ويمكن أن تقارن هذه الطائرة بطائرة من دون طيار من طراز MQ-1 أو بطائرة من دون طيار من مجموعة هيرون المستخدمة على نطاق واسع في الجيش الإسرائيلي. يمكن لطائرة هرمس 900 أن تحلق أعلى من طائرة هرمس 450 فتصل إلى 30,000 قدم فوق سطح الأرض. أما مدة التحليق فتتراوح بين 30 و40 ساعة. الطائرة مجهزة أيضا بنظام إقلاع وهبوط آلي، وتحمل 300 كيلوغرام من المعدات والمتفجرات. إضافة إلى ذلك، يمكن تجهيز هذه الطائرة بأربعة صواريخ جو أرض. تصل سرعة هرمس 900 إلى 220 كيلومترا في الساعة، وتحتوي على أجهزة استشعار رقمية، وتستخدم تقنية الأشعة ما فوق البنفسجية. ومهمات هذه الطائرة واسعة جدا، وتشمل أنشطة التجسس والاستطلاع وإسناد القوات البرية والتصوير والتشويش، وبالطبع فهي قادرة على تنفيذ جرائم الاغتيال. محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر، أهلا وسهلا بك معنا. إذا ما انطلقنا من هذه الإمكانيات المتقدمة لهذه المسيرة، هل نستطيع القول أنه حزب الله نقل مستوى قدراته تحديدا بالدفاع الجوي إلى درجة لم تكن حتى إسرائيل تتوقعها؟ وكيف يمكن بالتالي تقييم هذه القدرات؟ مساء الخير. طبعا هذه القدرات، يعني ننطلق بداية من الارتفاع، عندما نتكلم عن 30 أو 40 ألف قدم أو 9 كيلومتر تقريبا، نتكلم عن مستوى مرتفع جدا من إمكانيات القتال للعدو. أصبحت مهددة اليوم هذه الإمكانيات بفضل السلاح الغامض.
ونعود لموضوع هذا الغموض، هذا الغموض الذي دائما كان يستعمله حزب الله في كل أسلحته هو اليوم ينسحب ويهدد القدرات الأساسية أو نقطة الارتكاز الأساسية في كل معاركه، ليس فقط ضد لبنان، ضد الفلسطينيين، ضد سوريا، ضد كل أطراف محور المقاومة. هذا التفوق اليوم أصبح مهددا انطلاقا من أن هذه الأزرع التي اعتبر حزب الله اعتبر العدو الإسرائيلي في مكان ما أنها محمية وأنها بعيدة عن أي استهدافات، خاصة أن معطياته الاستعلامية لم تكن تعلم بوجود هذه القدرات من الدفاع الجوي. هو يتساءل اليوم ما هي هذه القدرات للدفاع الجوي؟ طبعا هي أبعد من صواريخ محمولة على الكتف. هل هي منظومات شبيهة بأسلتلية؟ هي منظومات شبيهة بفانسر 21 الروسية التي هي تعمل بفعالية في روسيا وفي أوكرانيا؟ كل هذه النقاط اليوم تضع العدو في تشكيك من هذا المستوى ومن هذا الميدان الجوي الذي كان يعتبر أنه يملكه في مكان ما، هذا الميدان الذي هو كان يحمي قدراته ويؤثر عليه إيجابيا في الدفاع وفي الهجوم أصبح مهددا اليوم وبسلاح غامض. هذا هو طبعا البعد المهم الأساسي الذي فرضه حزب الله اليوم في هذا الإسقاط عبر هذه الأسلحة المنظومة الدفاع، ولا أحد يعلم من أين تم إطلاقها. هي نقطة ربما تبقى سرية لكي تحقق المفاجأة في المواجهات المقبلة. من بكين محلل ميادين للشؤون الصينية جواد علي. جواد، إذا ما فكرت إسرائيل في توسيع مروحة الحرب، خيارات المقاومة؟ مساء الخير، تحياتي لك يا علا وللزملاء. يعني أعتقد أنه جميع الملفات مرتبطة ببعضها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حد كبير، يعني بناء على تطورات الميدان سواء على الصعيد في غزة أو على شبهات الإسناد، وأيضا الأمر الذي كان مسبوقا أيضا بزيادة حدة الاعتداءات الإسرائيلية حتى على دول المنطقة، آخرها كان الاعتداء أو العدوان الإسرائيلي على قنصلية السفارة الإيرانية في دمشق، وأيضا في ظل التوعد الإيراني أيضا بالرد. أعتقد بأنه كل هذه المعطيات وكل هذه الأمور ربما قد تنقلنا إلى مرحلة جديدة تحتمل مجموعة سيناريوهات وتحتمل مجموعة أبواب ربما قد تفتح. أعتقد أنه أحد هذه السيناريوهات ربما قد يكون هو توسع الحرب سواء في ضمن جبهات هي عاملة الآن في الوقت الراهن أو ربما تشمل جبهات جديدة. وأعتقد بأنه جبهة الجنوب في لبنان يعني هي لم تثبت فقط بأنها من أهم الجبهات في صد العدوان الإسرائيلي سواء في الحرب الأخيرة، بل أعتقد أنه يعني أثبتت بأنها من أهم الجبهات في تاريخ الصراع مع العدو مع الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود. فبالتالي إسقاط مثل هكذا طائرة متطورة أعتقد بأنه أولا يعني يشير لنقطتين مهمتين، أولا يأتي في إطار الرد على الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وثانيا وهو رد طبيعي طبعا، وثانيا أيضا هو يشير إلى القدرات العسكرية المتطورة كثيرا لحزب الله، والتي أعتقد بأنه لم يتم الكشف إلا عن جزء قليل منها طوال كل فترة الحرب السابقة. أيضا الأمر قد يحتمل إشارة وتذكير جديد لأن القدرات هي عندما تتطور هذه القدرات لحزب الله هي لا تشمل فقط قطاع واحد وقطاع الدفاع الجوي، بالتأكيد يترتب عليها تطور في القتال سواء كان بريا أو بحريا، وبالتالي هي أيضا تحمل رسائل ليس فقط لإسرائيل ربما حتى لأمريكا بشكل مباشر بأنه في حال توسع هذا الصراع سيكون هناك وجود قوة عسكرية متطورة غير يعني معهودة من قبل لحزب الله، وأيضا تكتيكات وأيضا أعتقد احترافية في القتال وربما بعد استراتيجي أكبر من ناحية التخطيط. أعود إليك شارل، إذا ما أردنا الحديث عن تأثيرات بالنهاية لهذا التطور إن كان عسكرية إن كان ميدانية لهذا الإسقاط للمسيرة على مستوى المواجهة الحالية بين إسرائيل والحزب، وأيضا على تأثير اللي ممكن أن ينسحب على المواجهة في غزة. يعني أولا في متابعة لهذه المواجهة الحالية كانت دائما المسيرات لدى العدو هي الذراع الأقصى والذي كان يستعملها في المراقبة والرصد وفي أيضا الاستهداف. أن يكون اليوم بعد اليوم عزل لهذه القدرات ولو بشكل جزئي، هذا الموضوع طبعا سوف يؤثر على هذه الجبهة والتي كانت تحاول يعني الوحدات الإسرائيلية دائما الاعتماد عليها في تحضير الأهداف في ملاحقة أهداف في ملاحقة حركة حزب الله وقواعد حزب الله. هذا الموضوع طبعا سوف يتأثر اليوم سلبا، لن يكون بعد اليوم هذه الإمكانية الواسعة التي تعود عليها العدو خلال فترة الستة أشهر من الحرب. هذا طبعا سوف يكون تأثيره إيجابي لمصلحة حزب الله، سوف يكون لديه القدرة على التحكم أكثر في كل مراكز العدو على كامل هذه الجبهة، في أي انتقال لمراكز مستحدثة، في حركة وحداته التي هي دائما تنتقل من مكان إلى آخر. كل هذه النقاط من الناحية الميدانية طبعا سوف تتأثر لأن هناك تهديد أصبح على الأجواء التي كان يعتبر أنه يسيطر عليها. في الموضوع المتعلق بالحرب على غزة طبعا
أي قدرة تؤثر سلبا على جبهات المساندة هذا سوف يؤثر سلبا على تحكم وفعالية العدو في غزة. واليوم الجبهة المساندة اليوم والتي كانت من دون هذا الإسقاط اليوم أو من دون أن نتكلم عن منظومة دفاع جوي هي فعالة ومتطورة كانت توازن بشكل كامل العدو وكانت تشغله عن جبهة غزة في العديد وفي الإعداد وفي القدرات الجوية. اليوم أن يكون هناك حاجة للعدو بعد اليوم أن يعطي هذه الجبهة جهود أكبر، أن يعطي هذه الجبهة في الطيران وفي الوحدات ربما البرية التي سوف تعتبر أن هناك أصبح ضعف على الجبهة من الناحية الدفاعية من ناحية البنية المراقبة لأن هذا الموضوع لم يعد لديه الإمكانية العدو أن يتحكم به بالرصد وبالمراقبة مثل السابق. كل هذه النقاط طبعا سوف تضاعف فعاليته على جبهة غزة وهذا من الطبيعي أن يكون لمصلحة تلك الجبهة. مناورتان في التوقيت نفسه يشهدهما بحر الصين الجنوبي. بكين ترد على المناورات الرباعية العسكرية المشتركة التي تجري للمرة الأولى بين الولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا بدوريات قتالية بحرية وجوية في المكان نفسه. فماذا عن الدلالات وأي تأثير لذلك في العلاقات الصينية الأمريكية؟ تستعرض الولايات المتحدة قوتها في بحر الصين الجنوبي بإجراء مناورة رباعية تضم إليها اليابان والفلبين وأستراليا بهدف زعزعة المنطقة التي يمر عبرها ثلث الشحن البحري في العالم. وترد بكين على استفزازات واشنطن وأذرعها بإجراء دوريات قتالية بحرية وجوية في المكان ذاته. المناورتان أعقبتا فترة من تبادل الاتهامات بين بكين ومانيلا وهي امتداد لتاريخ طويل بينهما بشأن السيادة تشمل الدول الست المطلة على البحر وهي إضافة إلى الصين والفلبين فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان التي تعدها بكين جزءا من أراضيها. المسؤولون الصينيون أكدوا أن كل الأنشطة العسكرية التي تعكر صفو الأوضاع وتخلق نقاطا ساخنة هي تحت السيطرة. تبادل للرسائل يزيد الوضع توترا ويرفع حرارة المواجهة في بقعة تؤثر على الحركة التجارية العالمية برمتها ويفاقم التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء الياباني في العاشر من الشهر الحالي حيث يخططان لرفع تحالفهما الأمني وينضم إليهما في اليوم التالي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس. ويتوقع أن يعلن بايدن عن خطط لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان ومنح طوكيو دورا دفاعيا إقليميا أكبر في وجه الصين وكوريا الشمالية بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. تحاول بكين تغليب لغة الشراكة على علاقتها مع واشنطن وترك الخصومة. الرئيسان بايدن وشي جين بينغ أكدا خلال مباحثات هاتفية طويلة ضرورة خفض التوتر حول بحر الصين الجنوبي في مؤشر على بداية استقرار العلاقات بين البلدين. وفي الوقت ذاته حذر خبراء صينيون من اندلاع صراع كبير مع الصين فعندئذ ستترك واشنطن حلفائها يقدمون التضحيات بأنفسهم حيث اعتادت واشنطن الدخول في مواجهات عسكرية عبر وكلاء كما يحدث في أوكرانيا. وأشار إلى أن دمج نظام القيادة العملياتية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان يستهدف بوضوح طرفا ثالثا وهو بمنزلة استعداد للحرب ويدخل في المسائل الجيوسياسية الساخنة. أحمد محي الدين، الميادين. جواد أعود إليك، هل فعلا تسعى واشنطن لزيادة التوتر مع بكين وماذا عن الأهداف؟ نعم يعني علا بداية يعني نحن في الميادين أعتقد نحن كنا أول من أطلق مصطلح بأنه الصين هي قوة بلا حرب أو هي دولة بلا حرب وهو هذا أمر واقع. يعني هذا الخيار للصين أن تكون دولة بلا حرب وبالتالي لا تغلب الخيار العسكري والقوة على موضوع التنمية سمح لها أن تستثمر في الموارد والقوى الصينية على مدى سنوات في اللي خلق تنمية وما زالت مستمرة طبعا في محاولة تحقيق تنمية مستدامة اقتصادية وتكنولوجية وحتى ثقافية. كل هذه المعطيات أدت إلى أنه أن تجعل الصين على المستوى الاقتصادي هي أكبر سوق لأشباه الموصلات على سبيل المثال وأيضا هي أكبر سوق لصناعة السيارات الكهربائية في إطار تحقيق التنمية الخضراء. أيضا جعلها يعني تتفوق في كثير من المجالات فيما يتعلق بألواح الطاقة في بطارية الليثيوم. كل هذه الأمور جعلت الولايات المتحدة الأمريكية يعني في محاولة منها لكبح جماح هذا التقدم
وبعد محاولات كثيرة وفشل على المستوى السياسي والاقتصادي، وأيضا تصدير الأزمات الداخلية في واشنطن، وأيضا الفشل على مستوى السياسة الخارجية، نعم دفعها لمحاولة لخلق حرب للصين، لاستنزاف موارد الصين. ربما هذه الحرب قد تكون مباشرة أو عبر وكلاء عن طريق فتح الجبهة في تايوان أو ربما مع الفلبين أو منطقة أخرى من بحر الصين الجنوبي، أو حتى على دعم وتشجيع القوى الانفصالية داخل الصين. كل هذه الأمور يعني الصين واضحة فيها منذ زمن، ويقولها المسؤولون دائما، ومؤخرا قالوها لوزيرة الخزانة الأمريكية يوم أمس واليوم، بأنه نعم لدينا هناك نقاط خلاف، وفيما يتعلق بموضوع قيود الاستثمار، فيما يتعلق بالاتفاقيات التعاون والتبادل التجاري، العقوبات المفروضة على الشركات الصينية، ولكن كل هذه نقاط الخلاف الصين تريد تغليب يعني لغة التفاهم عليها. ولكن وبنفس الوقت والرئيس الصيني قالها بشكل مباشر لبايدن، بأنه في حال استمرار مثل هذه الاعتداءات وهذه الاستفزازات فإن بكين لن تجلس بعيدة ويعني تكون متفرجة على ما يحصل، وبالتالي هي ستكون في مكان أخذ يعني رد. شعر الأبي نادر، أعود إليك اليوم. مع تزايد الاستنفار الأمريكي الصيني، إلى أين تتجه الأمور بين هاتين القوتين العالميتين، في إن كان بشرق آسيا أم شمال غرب المحيط الهادئ؟ إن هذا الصراع اليوم هو يعني مسافته البعيدة أو بعده الأبعد هو طبعا الحرب أو المواجهة بين القوتين، ولكن حتى هذه الساعة هذا الموضوع هو ممنوع أو الطرفين هم يحاولان الابتعاد عنه. لذلك تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى مناورة أخرى، هي من خلال عجزها أو بعدها عن الجغرافيا التي هي تريد أن تتحكم بها أو أن تكون لها نقاط ارتكاز فيها في شرق آسيا وفي شمال غرب المحيط الهندي الهادي، تلجأ إلى التحالفات. لذلك نشاهد هذه المروحة الواسعة من التحالفات التي عقدتها مع كل الدول المحيطة بالصين. تبقى مناورتها الأساسية هي محاصرة الصين وخلق الملفات الخلافية بين الصين وبين جيرانها، إذا كان مع تايوان أو إذا كان مع الفلبين أو إذا كان مع كل هذه الدول، مع كوريا الشمالية ومع كوريا الجنوبية، مع اليابان. كل هذه الدول الأساسية والتي تملك فيها الولايات المتحدة الأمريكية قواعد بحرية وقواعد جوية، تلجأ من خلال فرض قدراتها ونشر قدراتها فيها إلى محاصرة الصين والعمل على محاصرتها. وهذا الموضوع لا يحصل فقط في البعد العسكري وبعد الانتشار البحري، هو يحصل أيضا في الموضوع الاقتصادي ومحاولة التأثير على اقتصاديات الصين. كل هذه النقاط تبقى مناورة أمريكية لمحاولة الحد من قدرات الصين ومن تصاعد الصين، ويبقى كما قلنا الموضوع الأساسي الخطر هو المواجهة المباشرة، وهذا الموضوع حتى الآن القوتين أنا بتقديري سوف تبتعدان عنه أكبر قدر ممكن، وسوف يكون فقط الاشتباك هو اشتباك عبر الحلفاء وعبر تحالفات إذا كان اقتصادية، أو تحالفات تتعلق بنشر قواعد وزيادة عسكرة المناطق في شرق آسيا بشكل كامل وفي شمال غرب المحيط الهادي بشكل خاص. طيب جواد، إذا ما زادت الأمور توترا، ما الخيارات التي تبقى أمام الصين؟ وأصلا الصين كيف قرأت يعني تحديدا بعد ما جرى فيما يتعلق بهذه المناورات الرباعية، كيف تقرأ هذه أو هذا التصعيد؟ يعني بالحديث عن القدرات العسكرية للصين، فإنه يعني الصين ما زالت هي قوة عسكرية كاملة ومخبوءة، وهي يعني قوة أخذة بالنمو بشكل كبير ومتسارع من ناحية القوة البشرية ومن ناحية أيضا التطور على مستوى البحرية وأيضا المجال الجوي والجوفضائي، وأيضا هناك يعني حتى باعتراف الأمريكيين هناك تفوق كبير في عدة مجالات من الصواريخ وغيرها، صواريخ فرد صوتية وغيرها. ولكن بالرغم من هذا التطور ومن هذه القدرة العسكرية، إلا أنه أعتقد بأن الصين ستتجه، ومن وجهة نظر بكين ستتجه الأمور نحو مرحلة أكثر ضبطا وتعقيدا، لنقل من ضبط النفس، لأنه بالنسبة لبكين كما قلنا خيار الحرب هو ليس أولوية، خيار تنمية السوق الداخلية وتعزيز الاستهلاك داخل الصين هو أولوية على سبيل المثال. مثلا أيضا على مستوى العلاقات الخارجية، تعزيز العلاقات هي أولوية، العلاقة مثلا الصينية الإيرانية هي أولوية أيضا في تطويرها، العلاقة مع الروس أيضا، العلاقة مع أمريكا الجنوبية، هناك أولويات أهم بالنسبة للصين. فبالتالي المسألة ليست متجهة من وجهة نظر بكين إلى حد الآن نحو تصعيد أكبر من ذلك. أيضا هناك نقطة مهمة تدعم نظرية ضبط النفس من ناحية بكين، بأنه بكين ترى وتعتقد بأنه كل هذه التوترات وكل هذه التصعيدات، وحتى إذا ما تطورت إلى يعني تقديم تضحيات ربما
فهي ليست فقط محصوره بما، واعتقد ان الامر يعني ينطبق على مسائل كبرى حول العالم وقضايا كبرى حول العالم، اعتقد ليست مرهونه فقط بقضايا حرب انيه او لفتره زمنيه قصيره، انما كل ما يحصل الان هو على طريق هدف اكبر وهو تحقيق مستقبل تسوده تشاركيه ويسوده تعدديه على عكس مبدا احاديه القطب، فبالتالي كل ما يحصل هي ربما حلقات بسيطه او تفاصيل في نحو طريق وهدف اكبر هو الوصول نحو تعدديه، فبالتالي هذا يعزز وجهة نظر بكين بأنه الأمور إلى حد الآن تتجه نحو ضبط النفس، ولكن كل الخيارات مطروحة وكل وفي أي وقت طبعا مطروحة، والصين مستعدة ل أو كما تقول بأنها مستعدة لمواجهة أي تحديات، ولكن إلى حد الآن الأمور من ناحيتها تتجه مجددا أقول نحو ضبط النفس أكثر بكثير. جواد علي محلل ميادين للشؤون الصينية وشارل أبي نادر محلل ميادين للشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لكما على المشاركة في الجزء الأول من التحليلية. والآن مشاهدينا إلى فقرة وثيقة اليوم. وثيقة اليوم تقرير لجيش الاحتلال نشره عبر موقعه الإلكتروني، كشف فيه خسائر نصف عام من الحرب على غزة، مؤكدا مقتل 604 جنود من بينهم 260 منذ بدء المناورات البرية. التقرير قال إن 41 من القتلى العسكريين لقوا مصرعهم في حوادث عمليتية، 20 منهم بنيران صديقة، و5 في مخالفات إطلاق نار، و16 قتلوا في حوادث وسائل قتالية وأسلحة ودهس. وأضاف جيش الاحتلال أن ما مجموعه 3188 جنديا أصيبوا، و497 منهم في حالة خطرة، 1550 منذ بدء المناورة، و318 في حالة خطرة. كما لفت التقرير إلى أن سلاح جو الاحتلال نفذ خلال الحرب نحو 950 عملية إجلاء بالمروحيات لزهاي 1300 جريح، وأن مدى الإصابات النفسية عال بين القوات التي شاركت في الحرب. ووفقا للبيانات تعرض نحو 10500 جندي لحدث صادم وظهرت عليهم أعراض الصدمة، منهم نحو 1890 لم يعودوا إلى القتال ويمثلون نحو 18%. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. ناصر أهلا وسهلا بك معنا، دعنا نتحدث بداية عن هذه الأرقام، ماذا تعني وهل هي دقيقة؟ تحياتي علا، هل هي دقيقة؟ هي رسمية، لا 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 يجمع المحللون أن إسرائيل تكشف الأرقام كاملة. هذه الأرقام التي نراها لم تشمل القتلى الأجانب المرتزقة ولم تشمل القتلى العرب، معظم العرب الذين خدموا في جيش الاحتلال عائلاتهم ترفض ذكرهم، المصابون أكثر. هذه الأرقام الرسمية التي يريد الاحتلال إعلانها. ثانيا، هي ليست أرقام بس بسيطة، لم تحدث في 67، لم تقدم إسرائيل خسارات من هذا النوع في 67، قدمت مشابه لها في 48 حين احتلت فلسطين، وقدمت مشابه لها في 73 حين انهزمت من الجيش المصري والجيش السوري في سيناء وفي الجولان، وتم تشكيل لجنة تحقيق وأطيح بجولدا مائير هو رئيس الأركان وزير الجيش فترتها، وكانت هزيمة غيرت وجه السياسة الإسرائيلية. هذه الأرقام لم يفكر فيها الإسرائيليون لأنهم انغمسوا في الحرب مباشرة، ولا تشمل الخسائر الاقتصادية ولا تشمل الخسائر العسكرية. وكما لاحظنا كثير من البيانات الموثقة بالصور كانت إسرائيل لا تعترف فيها. آخر مثال يوم أمس في غزة، كتاب القسام قالت قضينا على 15 جندي، 14 منهم قتلى. البيان ثاني يوم أشار إلى اللي هو اليوم هذا، أشار إلى مصرع ضابط وثلاثة جنود. وأريد أن أقول بأنه هذا خلفياته الاجتماعية والاقتصادية كبيرة، كلما كان القتلى من جنود الاحتياط كلما مكانهم شاغر في الهايتك وفي السوق الإسرائيلي، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتعويضات هائلة من الجيش. صحيح إسرائيل الآن لا تسأل عن المال لأن أمريكا تغطيها، لكن في النهاية هذا المخزون الذي حصلت عليه بفعل الاستيطان كان بجملة واحدة: تعالوا من جميع أصقاع العالم وعيشوا أفضل حياة هنا في فلسطين أو في إسرائيل لتحصلوا على كل شيء. النتيجة كانت أنهم خسروا حياتهم السابقة
والآن يعيشون حربا تلو حرب. ناصر اللحام ابقى معنا لو سمحت لتحليل قضية اليوم. مشاهدينا فاصل ونحلل بعده قضية اليوم. من جديد أهلا بكم. نصف عام من التآكل الإسرائيلي داخليا وعسكريا ونصف عام من ثبات المقاومة في إرساء معادلات المواجهة سواء في غزة أو في جبهات إسنادها الممتدة من لبنان إلى اليمن والعراق وغيرها، ونصف عام أيضا من التحولات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطوفان. تغير واضح في المعادلات وفشل إسرائيلي في تسويق النصر الوهمي، وعدوان غزة تحول إلى لعنة تلاحق نتنياهو وحكومته الأكثر تطرفا في إسرائيل. وفي ظل كل تلك المتغيرات يبقى الثابت واحدا، ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده. نصف عام من العدوان على غزة، نصف عام من التحولات وإرساء المعادلات. حرب غزة تدخل شهرها السابع، والاحتلال الإسرائيلي يخفق في تحقيق أي من أهدافه ما عدا التدمير والتهجير والإبادة أمام صمود فلسطيني منقطع النظير. ما يجري في غزة خيانة للإنسانية ونهايته طال انتظارها، هكذا وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة العدوان المستمر على غزة. عدوان خلف أكثر من 33 ألف شهيد وأكثر من 76 ألف جريح بحسب الإحصائيات الأخيرة، أمام حرب إسرائيلية وحشية تواصل المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها تسجيل الملاحم بصمود لا نظير له، وتخوض اشتباكات من المسافة الصفر مع قوات الاحتلال في المحاور كافة وتكبدها خسائر في العتاد والعديد. يأتي ذلك مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ بداية المناورة البرية انسحبت معظم القوات من قطاع غزة، وما يحمله هذا الإعلان من فرضيات عديدة. خلال النصف عام برز إلى العلن مدى هشاشة إسرائيل وتآكلها داخليا وسياسيا في ظل تخبط مستمر وفشل في إدارة المعركة ومقامرة بحياة الأسرى لدى المقاومة. حرب نتنياهو بلا نتيجة وتحولت إلى لعنة انقلبت عليه وعلى حكومته وسط انعدام أي رؤية لليوم التالي للحرب، وفشل إسرائيل في إقناع حلفائها التقليديين بتأييد مسارها في ظل تصاعد حدة الإحراج الأمريكي وتراجع الدعم الأوروبي المعلن لإسرائيل والتلويح بورقة وقف إمداد الاحتلال بالأسلحة. بعد 6 أشهر على العدوان أعادت معركة طوفان الأقصى القضية الفلسطينية قضية مركزية، وفرملت مخططات التوسع الإسرائيلي باتفاقيات التطبيع وسط تمسك شعبي واسع بالمقاومة وبمطالب قطع العلاقات مع الاحتلال، ما يثبت المحور الحقيقي والعملي للمقاومة ولحلف القدس الذي سيكون له تأثيرات واسعة لمصلحة القضية الفلسطينية ولقضايا العدالة الإنسانية في العالم أجمع. من جديد أبدأ معك ناصر اللحام محلل ميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. هل تسحب اليوم إسرائيل جيشها من غزة أم تعيد انتشاره؟ ارتباك كبير جدا عند الاسرائيليين. لو اعتمدنا، وهذا مسموح في الصحافه، لو اعتمدنا عناوين الصحافه الاسرائيليه هي لا تعرف ما الذي يجري. يعني لماذا انسحب نتنياهو؟ فاضطر نتنياهو ان يقول بانه قاب قوسين من الانتصار، ثم الان تنشر بانه تم اعطاء الوفد الذاهب الى القاهره صلاحيات اتمام صفقه تبادل الاسرى. يسال الاسرائيليون هل انتصرنا ام لا؟ بمعنى أنه إسرائيليا لا يوجد نصر فاضح واضح مشهر معلن لا يحتاج إلى تفسير. النصر الذي يحتاج إلى تفسير وإثباتات هذا ليس نصر. يحاول نتنياهو وجماعته أن يثبتوا أنهم انتصروا. العسكريون في إسرائيل استنادا ليدعوا تحرنون قالوا هدفين لم تحققان في الحرب. كان هناك 3 أهداف. 1، احتلال غزة، هذا جرى تدمير غزة. 2، قادة حماس آلاف منهم لا يزالوا على قيد الحياة، وجميع الأسرى الإسرائيليين لا يزالوا في قبضة حماس.
بمعنى آخر أنه 3 أهداف من 3 أهداف لم تحقق في الحرب. هناك من جماعة نتنياهو من يقول بأنه هناك انتصارات، لكن العسكريون يقولون حتى لو دخل الجيش الإسرائيلي رفح لن يحقق الأهداف التي أعلنها نتنياهو. نتنياهو الآن في حملة علاقات عامة ليثبت أنه انتصر. أي انتصار يحتاج إلى خبراء ودعاية وكمبين من أجل أن يثبت أنه انتصر، لا يكون انتصارا. محلل ميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، هل نحن أمام تحول استراتيجي في الموقف الأمريكي والداعم والمشارك أيضا في هذه الإبادة؟ ماذا عن أفق هذا التحول إن كان موجود؟ لابد من التأكيد أنه يحدث تغيير وتحول في الموقف الأمريكي. نحن نتحدث عن الموقف الرسمي هنا. هذا الموقف الرسمي الذي كان يمارس نوع من الانتقاد في الغرف المغلقة لكيفية إدارة نتنياهو وحكومة الحرب لهذه الحرب، حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وعلى غزة. ولكن بدأت هذه الأمور تظهر إلى العلن. التحول واضح كان في البداية على المستوى الشعبي بالمظاهرات العارمة، وكان واضح أيضا في بعض الانتقادات التي صدرت عن بعض أعضاء في الإدارة الأمريكية، ولكن نما هذا العدد في داخل الإدارة والضغط. نستطيع القول أن غزة دخلت في الفضاء الإنساني العالمي كله، أصبحت على جدول الأعمال، لا بل دخلت غرفة النوم للرئيس بايدن. حتى هناك تقارير تقول أنه جيل بايدن السيدة الأولى زوجته هي تطالبه بأن يسعى لوقف إطلاق النار، وازداد هذا الأمر طبعا بعد يعني اغتيال هيئة الإغاثة للمطبخ المركزي العالمي. نجد أنه على صعيد الكونغرس غير مسبوق أن يكون هناك حوالي 40 عضو في مجلس النواب وأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ رغم موافقتهم على حزمة المساعدات. الآن الموضوع مطروح للنقاش مجددا، يعني هي متأخرة في مجلس النواب، وهناك 40 عضو على الأقل وجهوا رسالة بضرورة وضع قيود وشروط على كيفية تقديم الأسلحة والمعونة. وإذا عاد هذا بعد إنجازه، إذا تم إنجازه هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم في مجلس النواب وعاد إلى مجلس الشيوخ، سيكون هناك أكثر من سيناتور لديهم القدرة على تجميده كليا بإيجاد تعديل ووضع قيود. إذن نحن نشهد أيضا تحول في المسار الانتخابي. نحن في دورة انتخابات رئاسية أمريكية نجد أن الصوت المعترض على بايدن يلعب دورا بارزا في حساباته، وكل استطلاعات الرأي العام تقول وتشكك بأنه قد ينجح أو لا ينجح، وأنه على الأقل 6 ولايات متأرجحة يتحرك فيها المعترضون وقد يقلبون الطاولة على بايدن. إذن هناك تحولات لم تصل بعد إلى اتخاذ قرار، ولكنها المؤشرات كبيرة وواضحة في أكثر من صعيد وفي أكثر من موقف رسمي لدى الإدارة. محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج، نصف عام من الإبادة والصمود أيضا، أين كانت فلسطين قبل طوفان الأقصى وأين أصبحت بعده؟ تحياتي علا لك وللزملاء وللمشاهدين الأكارم. يعني عمليا حصيلة هذه ال6 شهور من حرب الإبادة والمستندة إلى أيديولوجيا الإبادة الإسرائيلية، يمكن القول أن الأرقام كبيرة وواسعة ومتنوعة. 2922 مجزرة أدت في نهاية المطاف إلى أكثر من 39,000 شهيد وفقيد، 14,000 منهم من الأطفال و9,000 من النساء، 18 مليار دولار هي الخسارة في البنية التحتية في غزة. ولكن على الرغم من هذه الحصيلة المرة، مع الصمود الفلسطيني، مع المقاومة الفلسطينية، مع الخسائر التي استحدثت وأوجعت كيان الاحتلال، يمكن القول بأن طوفان الأقصى تمكن من فرملة 4 نقاط أساسية تمثل عن محاولات العناوين الرئيسية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. أولا اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع الآن تداعياتها وتفاعلاتها في المنطقة، وهذا هو الأهم، تصبح في أسوأ حالاتها. ثانيا جزرت هذه الاتفاقيات المتمثلة في
في صورة التفوق العسكري والأمني الإسرائيلي انتهت إذا كانت هذه الدول تروج إلى إمكانية عقد اتفاقيات تطبيع مع كيان الاحتلال من باب أنه متفوق عسكريا؟ هذه الصورة انتهت. حتى الحديث فيما أسمي في التسعينيات في مفاوضات الحل الدائم الذي سكت العالم عنها بشكل كامل لمدة أكثر من 20 سنة أو أكثر من 25 سنة الآن يتم إعادة الحديث فيها. المشروع الرابع أو البند الرابع أن مشروع الاستيطان الذي وصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 727 ألف مستوطن في الضفة الغربية، الآن هذا التوسع أصبح لا يمتلك المناخ الذي امتلكه خلال الفترة الماضية. يمكن القول بأن طوفان الأقصى تمكن من تسخين أو إيصال القضية الفلسطينية إلى النقطة الساخنة اللازمة. لا يوجد أي مشروع تحرر من مستعمر في كل التاريخ استطاع أن يصل إلى مرحلة التحرير بعد مرحلة باردة مع المستعمر، لم يحدث ذلك. الجزائر قدمت أكثر من 45 ألف شهيد في أسبوعين فقط خلال مشوارها في التحرر من الاستعمار الفرنسي. طوفان الأقصى هو النقطة الساخنة، هو النقطة الحامية التي نقلت القضية الفلسطينية إلى الميدان الأقرب لمشروع التحرير. أعود إليك ناصر، يعني الجيش الإسرائيلي بدأنا الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان، هذا في آخر الأخبار. من يريد الحرب اليوم على لبنان؟ من لا يريدها أيضا؟ وهل بدأ التصادم نستطيع أن نقول بين الجنرالات وبين وزراء اليمين؟ لا يريدها نتنياهو، لأنه يفضل أن يبقى في اللعبة التي أجادها وفي اللعبة السهلة عليه، وهي الحرب على قطاع غزة بدعم أمريكي نيتو غربي، دعم اليمين واليسار وشبكة الأمان التي أخذها. وبالتالي جر الجمهور الإسرائيلي والعائلات الإسرائيلية للحرب على غزة، فتح حرب مع لبنان يعني الدخول في لعبة غير مضمونة. أمريكا لها رأي مختلف والغرب، وهذه تأخذ مسارات إقليمية وعالمية ودولية، سيكون للدول العظمى شأن كبير فيها ولفرنسا دور مختلف. أما فيما يتعلق بمن يريد الحرب، يريد الحرب تيار في جنرالات الجيش متطرفون يعرفون بأن فاتورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000 لا تزال في رأسهم، وهزيمتهم وهروبهم عن طريق بوابة فاطمة لا تزال صورة خالدة عند الأجيال. معهم اليمين المتطرف المنجرف الذي لا خبرة عسكرية لديه، هؤلاء يريدون الحرب، ينشرون في الصحافة. بالتأكيد لا يوجد هناك أي إسرائيلي يريد أن يرسل ابنه إلى لبنان، وهم يقصدون بالحرب استخدام سلاح الطيران، لكن سلاح الطيران هم لم يجربوا بعد المسيرات والمسيرات الإيرانية والصواريخ الدقيقة، وبالتالي سلاح الطيران لن ينجيهم ولن ينقذهم. وإذا كان سكان المستوطنات وتل أبيب لا يريدون الذهاب إلى لبنان، لبنان تذهب إليهم إلى بيوتهم. وهكذا استطلاعات الرأي الموجودة حاليا لا أعتقد أنها تمثل التفكير السليم. معظم استطلاعات الرأي جرت عند مجتمع هستيري وقيادات هستيرية لا تمثل سوى عوامل الدفع وعوامل التأثير. منذر، إسرائيل الآن نستطيع أن نقول منبوذة عالميا أم هي قادرة على استرداد سرديتها؟ بداية، السردية الإسرائيلية سقطت مجرد استمرار هذه الحرب العدوانية لمدة 6 أشهر. كان البعض يعتقد بشهر شهرين بأنها يمكن تطول أكثر من المرات السابقة، بأنها كانت تصل إلى نصف عام وهي مفتوحة لاحتمالات. هذا بحد ذاته هو هزيمة ميدانية وعسكرية وأيضا معنوية واضحة، وهزيمة للرواية الإسرائيلية، لأنه يتصاعد الآن الرواية الفلسطينية والتعاطف مع الحق الفلسطيني بشكل واسع على مستوى العالم. كان يعني بعد طوفان الأقصى في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني كان زعماء الغرب المؤيدين للكيان الإسرائيلي يحجون، إلى يمكن استخدام هذا التعبير، لعناق نتنياهو وإصدار التصريحات التي تؤيد الكيان الإسرائيلي وحقه في الدفاع عن النفس وغيره. أين الآن؟ الآن نجد الانتقادات على المستوى الإعلامي، على مستوى المسؤولين غيره، انتقادات لنتنياهو تحديدا، وهناك مسعى علني. يعني أحد أبرز مؤيدي الكيان الإسرائيلي في مجلس الشيوخ تقدم خطابا يدعو بشكل واضح
نتنياهو لكي يتنحى أو لانتخابات مبكرة. الإسرائيل الآن منبوذة على الصعيد العالمي بكل المحافل الدولية، محكمة العدل الدولية الآن واضح تماما أنها تطالب بتنفيذ القرارات وتعتبر هذه الانتهاكات واضحة، عدا عن يعني أصبح بنظر العالم كله أن هذا الكيان تحكمه هو مجرد عصابة قتل، عصابة إجرامية لديها سلاح جوي فتاك وآلة قتل وتدمير، ولم تعد رواية التعاطف أنها هي الواحد ديمقراطية في الشرق الأوسط، أنها محاطة بمن يرغب في تدميرها، لا بالعكس أصبحت الشعارات على المستوى بالتظاهرات العالمية تدعو من البحر إلى النهر، تدعو إلى تحرير فلسطين. هذا يعني أنه بالفعل على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي عالميا إسرائيل تتعمق عزلتها وتعتبر منبوذة، وأكثر من دولة تطالب، حتى يعني خرجت العديد من الدول وسحبت حتى العلاقات الدبلوماسية معها وسحبت السفراء وطردت السفراء. للأسف هذا لم يتم على المستوى العربي ولكن تم على المستوى العالمي، وتزداد الانتقادات يوميا للكيان الإسرائيلي. محمد فرج، اشتعال جبهات الإسناد، كيف يمكن تقييم هذه التجربة؟ يمكن تقييم هذه التجربة بأنها تجربة نادرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال. بالمناسبة نحن نتحدث عن مستوى جديد من التناغم والانسجام مع جبهات متخصصة، نتحدث عن لبنان والعراق واليمن. في لبنان هذه الجبهة، جبهة الذكاء والوفاء، التي استطاعت في وقت مبكر جدا أن تستقرئ مسار الحرب، فبالتالي تمكنت من فرض ورسم الإيقاع المناسب على مدار كل هذه الأيام، وصولا إلى الربح بالنقاط كما تفضل السيد حسن في هذا الاتجاه. والمقاومة التي تمكنت من الانتصار بالنقاط أو فرض المسار باتجاه الانتصار بالنقاط تستطيع أن تستكمل مسارها إذا تحولت هذه الحرب بأي شكل من الأشكال إلى حرب بالجملة. كما أنها من زاوية أخرى فرضت الزاوية الأخلاقية في العالم على مستوى التحالفات السياسية. في اليوم الثاني مباشرة تدخلت المقاومة الإسلامية في لبنان لتساند المقاومة الفلسطينية بتوقيت المقاومة الفلسطينية نفسها تحت عنوان أساسي أن الأخلاق حاضرة في أي إطار من إطار التحالفات السياسية في هذا المحور. الجانب الآخر، المحور إسناد من جهة البحر، التي تمكنت فيه القوات المسلحة اليمنية بشكل أو بآخر من أن توجع الاحتلال الإسرائيلي في مكان صعب. دائما نقول بأن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك سلاح جو قوي حسب المؤشرات العالمية، يمكن أن يكون في المرتبة 19، ونقول أنه ضعيف في الميدان البري ولكنه أيضا ضعيف في الميدان البحري. أحسن المؤشرات لصالح هذا الاحتلال في سلاحه البحري لا تصل إلى أكثر من 49، أحسن التقديرات تتحدث عن المرتبة 49 عالميا. عندما نتحدث عن جبهة العراق نتحدث عن جبهة صوبت إلى رأس الأفعى مباشرة وخلقت عادة سهلة في استهداف القواعد الأمريكية بعد أن تم استهدافها للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية من قبل إيران ردا على استشهاد الفريق قاسم سليماني. ناصر، أعود إليك. أمران لافتان وحاسمان، بداية صمود الشعب الفلسطيني، ثانيا انقلاب الرأي العام كله ضد إسرائيل، تأثير هذه العوامل أو هذين العاملين تحديدا على قرارات الحرب؟ فعلا التقديرات كانت أنه نتنياهو والإسرائيليين عموما المستوطنين حصريا لا يهمهم الرأي العام العالمي ولا القانون الدولي ولا قرارات حقوق الإنسان. ونذكر حين خرج ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة غاضبا وقال أنه لا ينتمي لهذا المكان، ثم جاءته الأوامر من أمريكا بأن يعود. من الذي يحسم في ظل أنه إسرائيل كيان لا تهتم بالرأي العام الدولي ولا بالقرارات الدولية والآن حتى لا بقرارات أمريكا؟ الذي يحسم هو صمود الشعب الفلسطيني، وهو أسطوري بالمناسبة، شيء لا يصدق. حتى نحن الذين نعيش في الأرض المحتلة لا نصدق أنه هذا يحدث معنا، ولا نصدق أننا على قيد الحياة، ولا نصدق ونحن نشاهد القتل اليومي والجرائم الفظائع التي كنا نعتقد أنها في عصور الظلام والقرون الوسطى أنها عادة اليوم. مستوطن يذبح شخص أمام أطفاله وأطفال أمام أهلهم، لا نصدق أنه هذا يحدث. مع ذلك حدث ويحدث، وكما قال الزميل محمد فرج منذ 6 أشهر رقم قياسي. كانت تعد الحروب بالأيام، حرب الأيام الستة، اليوم تعد بالسنوات. ثانيا على صعيد الرأي العام العالمي، إسرائيل راهنت بأن أمريكا معها، لكن اتضح بأن أمريكا ضد أمريكا، وهذا ما تفضل به الزميل منذر في الصحافة العبرية أن زوجة بايدن
تقول له يكفي، هدف الصحافة العبرية أوقف الحرب، وأن هيلاري كلينتون لا تستطيع أن تخرج من منزلها، وأن رموز الاستيطان الآن لا يستطيعون أن يخرجوا من منزلهم. إذا صمود الشعب الفلسطيني بالإضافة لانقلاب الرأي العام سيشكل بوصلة في قراءة المشهد القادم. منذر، جبهات الإسناد كما تحدثنا إذن هي مشتعلة ومستمرة، لكن هل سنكون أمام موقف شعبي يرتقي إلى مستويات أكثر وأفضل وأرقى من ذلك؟ يعني أشرنا مع الزملاء إلى الصمود الأسطوري وإلى التحولات التي جرت عالميا. للأسف المنطقة التي يفترض ويجب الاعتراف بأنها يجب أن تحدث فيها تحولات نوعية أفضل، أنا لا أتحدث عن محور المقاومة واجتهاداته والتكتيكات التي يتبعها والتي أثبتت أنها تساند فعلا وتؤدي في رفع مستوى الجهوزية والتعبئة العامة واستحضار القدرات. يجب أن يرتقي الحراك الشعبي العربي في الدول العربية وفي الدول الإسلامية إلى مستوى ما يفعله محور المقاومة، وخاصة أيضا في الدول المجاورة لفلسطين ولغزة. وكنا نتحدث عن الدول التي اتخذت مواقف وتجرم الكيان الإسرائيلي وتقيم دعاوى حتى على دول مساندة للكيان الإسرائيلي وتقدم الأسلحة له. فكان ينتظر أنه يعني في خلال رمضان أن يكون هناك في هذا الشهر الفضيل أن يكون تحرك نوعي على المستوى الجماهيري. نجد أنه ما خلى ساحات اليمن ولبنان والعراق ويعني الضفة الغربية وغيره، يعني يفترض أن يتم بالأردن جزئيا مؤخرا، ولكن يفترض أن يتم أعلى. النقطة الأخرى التي يتوجب أنه خلال 6 أشهر أن يتم صياغتها المرجعية الفلسطينية التي تساند حركة تحرر الفلسطيني، وأن يكون هناك مرجعية واحدة تنتهج نهج المقاومة، وأن يكون هذا كل يعني الجهد الفلسطيني مشتركا ويقف وراء المقاومة. نعم. هذا الأمر لا يزال أحد الثغرات التي يتوجب السعي إليها، ولكن الثغرة الأكبر هي مستوى الحراك الشعبي العربي المساند في ظل الحرب الإبادة التي تجري لم يرتقي بعد إلى مستواها حتى الآن. أنهي معك محمد فرج، هل نستطيع أن نقول أن طوفان الأقصى طال تحولات وتبدلات في النظام الدولي وتحالفاته؟ هو طال تبدلات وكشف عن تبدلات. واحدة من المؤشرات التي يمكن الحديث عنها للكشف عن هذه التبدلات، لننظر على سبيل المثال إلى مؤشر المواقف العامة في الهيئات الدولية، في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، في محكمة العدل الدولية. نلاحظ على سبيل المثال بوتين يقول أن هذا الحصار يشبه حصار لينينغراد، يشبه بحصار كبير أثناء الحرب العالمية الثانية. مندوب الصين في محكمة العدل الدولية أثناء جلسات الاستماع يقول بأن المقاومة الفلسطينية المسلحة حق مشروع. الصين وروسيا استخدمت في أكثر من مناسبة أو استخدمت الفيتو المزدوج ضد مشروع القرار الأمريكي نفسه. إذا نحن نتحدث عن تبدلات، تحولات في النظام الدولي، ونرى أن ما حدث في طوفان الأقصى أيضا ألقى بظلاله على المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا إلى الحد الذي بات يسمع به صراخ زيلينسكي في كل أرجاء العالم. يمكن القول بأن ما يحدث اليوم، البعض يقول أننا على أعتاب حرب عالمية ثالثة، ولكننا في حقيقة الأمر في وسط وفي معمعان الحرب العالمية الثالثة بشكلها الوحيد الممكن، التي لا يمكن أن تفضي إلا لتبدل بشكل النظام الدولي. أعتقد بأنه أكثر رحمة وأكثر إنصافا للفلسطينيين. محمد فرج، ناصر اللحام، منذر سليمان، شكرا جزيلا لكم على المشاركة في قضية اليوم، ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.